العصريه واحد التوليفات اللي ما كنلقاوش عند بزاف ديال الفنانات وكنلقاوهم عند شكرا لك. شكرا لمهرجان سلا لفيلم المرأة على هذه الالتفاتة حق هذه الفنانة المغربية المتألقة، وهي إشارة لكل الفنانات المغربية. شكرا. العنوان مغربيت هي رمز التفاني في العمل، هي من الممثلات الموهوبات اللواتي يشتغلن من القلب على أدوارهم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. سعدية لديب. Je m'appelle Adam Salmi. Ta maman ce soir, Adam. Que je l'aime et qu'elle fait, qu'elle fait toujours de son mieux pour faire son jeu actoral. Tu regardes tout ce qu'elle fait. Tu es fan de ta maman, comédienne? Oui. Tu as un regard critique? Non. Merci. Merci Adam Salmi. تحية طبعا المخرج كذلك سي عزيز. وهو أيضا المدير بالنيابة للمركز السينمائي المغربي. مساء الخير. وزير المهرجان سيتم تسليمه للفنانة المحبوبة سعدية لديب. ولكن اللي فاجأني ايضا انني شفت ناس ما كنعرفهمش، ناس بعاد عليا وما كنعرفش. المهم ما عرفتش شكون اللي التقط هاد الكلمات ديالهم، وكانت الكلمات ديالهم كلها كتصب في نفس الاتجاه، الحب والاحترام، وهذا شي حاجه كبيره في قلبي. با الله يرحمه كان كيقول لي دائما الله يحبب خلقه فيك. كنظن بان الدعوه ديالو استجابها لي ربي. المراه رساله. هاد المهرجان عنده واحد المعزة كبيرة في قلبي، تابعته من الدورات الأولى ديالو، وحضرت كضيفة شرف وحضرت كعضوة لجنة التحكيم، واليوم كنحضر كمكرمة. أحد الدورات، إحدى الدورات، كنت جالسة تما في بلاصة مريم الزعيمي. أنا شي نهار نطلع فوق هاد المنصة ونكون مكرمة. اليوم تحقق لي هاد الحلم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.